يعني ايه؟ هياخد قرار زي ده وينفذه من نفسه كده؟ وطلب تجهيز غرفه العمليات وبعت لدكتور التخدير. مش ممكن، دي عمليه قلب مفتوح يا صفوت. هو فاكر نفسه هيشيل زي ده؟ بعد اذنك يا دكتوره، انا بخلي مسؤوليتي من الكارثه اللي هتحصل دي. الراجل ده لو راح في ايده كلنا هنروح وراه. انا من رايي يا دكتوره ان سعادتك تتحركي بسرعه وتعملي اتصالاتك مع كافه الساده المسؤولين وتعرضي عليهم الموقف كله، والا ممكن يحصل. وعلى ايه القلق ده كله يا جماعه؟ والحل في ايدينا وعلى الابواب. تقصد ايه يا ياسر؟ الوحيد اللي يقدر يرفع عننا الحرج ويفصل في الازمه دي هو مساعد الوزير، والراجل قدامه 5 دقايق ويكون في الريسبشن. برافو عليك يا ياسر، تعت عني ازاي دي؟ فعلا دكتور نبيل هو الوحيد اللي يقدر يدي الاوكي لسليمان او يسحب منه الحاله. اجري يا مصطفى بسرعه، شوف دكتور سليمان بيعمل ايه وبلغني بكل خطوه بيخطيها. مساء الخير دكتور سليمان. بشحمه ولحمه وكرافطته كمان. حرام عليك يا دكتور، معقول تسيبنا الوقت ده كله في ظروف زي دي؟ حضرتك عليها هانم حرم معالي الوزير. ايوه انا. مش ممكن، وانا اللي كنت بقول لنفسي ان انا راجل محظوظ علشان معايا زوجه حريصه جدا على جمالها ورشاقتها وشكلها الرقيق. الزمن بيكبر وهي ما بتكبرش. اتاري الوزراء في البلد دي واخدين حقهم تالت ومتلت في كل حاجه حتى الستات. مرسي على ذوقك يا دكتور، بس انا كنت قلقانه طبعا ومتوتره، وقلبك في رجليكي، والود ودك انك تاخدي معالي الوزير على دراعك وتطيري بيه على احسن مستشفى في لندن، صح؟ ونعم الوفاء والاخلاص والاصل الطيب يا هانم، اللي زي حضرتك دلوقتي بقى للاسف قليلين قوي. والعصفوره الجميله دي بنت حضرتك طبعا. ايوه هايدي. اهلا انسه هايدي، ما شاء الله ملاك والله. سامحيني يا هانم، انا فعلا اتاخرت عليكم كتير قوي، بس غصب عني اعمل ايه؟ انا كنت بصارع لانقاذ روح بريئه ضاعت مني بعد قصه حب كبيره قوي. بس بصراحه انا من اول ما شفتكم دلوقتي اتفائلت جدا واتطمنت على حاله معالي الوزير. طب واحنا ايه علاقتنا بحاله بابي؟ ازاي بقى؟ في حد في الدنيا ربنا بيرزقه بالجمال ده كله ويستسلم للمرض برضو؟ علشان كده أنا هاخدكم دلوقتي حالا تبصوا على بابي 5 دقايق بس، أولا علشان تطمنوا عليه بنفسكم، وثانيا علشان نديله ابتسامة رقيقة حنينة من الوش اللي زي القمر ده. هو ده بيرفكت. أراهن إن الابتسامة الحلوة دي هتخلي بابي يخرج زي الحصان من العملية. عملية؟ حضرتك قررت الجراحة؟ شفتي بقى حضرتك احنا حظنا حلو ازاي؟ نقول بقى الحمد لله عليه. هانم حضرتك خديها قاعدة عامة، مفيش جراح قلب في الدنيا كلها يكون عنده يأس من حالة المريض بتاعه ويفتح أوضة العمليات ولا حتى يقبل انه يجرحه بمشرط صغير قد كده. بيحاول انه هو ساعتها يعفيه من اي ألم، بيقول خلاص كفاية عليه لحد كده لانه بيكون يأس من حالته. إنما إحنا ما شاء الله عريسنا جامد وزي الفل وقلبه يستحمل أي حاجة. الحمد لله على السلامة يا فندم، الدنيا منورة والله. إزيك يا دكتورة؟ بقالي كتير ما سمعت صوتك ولا شفتك في مكتبي. ايه كبرتوا ولا استغنيتوا عن خدمات الوزاره؟ يا خبر ابيض، ازاي بقى يا فندم؟ ده احنا ماشيين بنفس معاليك. طمنيني، اخبار الوضع ايه؟ احسن الدنيا مقلوبه، ومكتب رئيس الوزراء كل شويه اتصل عايز معلومه جديده. خير يا فندم ان شاء الله، الازمه استقرت والوضع احسن بكتير. ربنا يستر. اتفضل سيادتك. وهي الحاله فين دلوقتي؟ في العنايه يا فندم، على ما سعادتك تشرب قهوتك اكون بعت للدكتور سليمان. لا يا دكتوره من فضلك، بلغ الدكتور سليمان يرفع ايده من الحاله فورا. ازاي يا فندم؟ امال ليه؟ احنا رتبنا كل حاجه، من حسن الحظ ان البروفيسور بيتر ويليام كان موجود بيعمل بحث ميداني مع وفد من الامم المتحده، واكتشفنا من ساعتين بس ان الوفد رجع من غيره لانه قرر ياخد 2 يومين سياحه، وهو دوت اللي اخرني عنكم. طب وبروفيسور بيتر فين؟ جاي في الطريق. يا ريت تبلغي حد من الدكاتره يكون في استقباله تحت. هنعمل ايه؟
ما احنا عندنا اساتذه كبار مش قادرين يتحملوا المسؤوليه. اكيد حضرتك فهماني طبعا. فاهمه يا فندم. عايز كل التحاليل والاشعه اللي اتعملت واي ريبورت انكتب يكون معايا قبل ما ادخل الرعايه. حاضر. دكتوره يا شهناز، دكتوره، يا دكتوره انا هنا اهو. انت فين يا بني ادم؟ ده وقت تختفي فيه. اختفي يا دكتوره؟ انا بتصل بسعادتك من الصبح وحضرتك مش راضيه ترد عليا. انا كنت عايز اقول خلاص خلاص، تروح تشيك على الرعايه بسرعه، مش عايزه غلطه واحده فيها. دكتور نبيل عاوز يشوف الحاله بنفسه وتبعت لي ريبورتس والتحاليل كلها لحد ما اشوف دكتور سليمان راح فين هو كمان. الله، واقف ليه يا بني ادم؟ ما تتحرك. رعيت يا دكتوره؟ أنا بتصل بسعادتك من الصبح عشان أبلغ حضرتك إن الدكتور سليمان جهز غرفة العمليات وخدر الحالة. ده قلت إيه؟ بقول لحضرتك. يا نهار أسود، أنت بتتكلمي جد؟ أنت يعني؟ طب وهي فين دلوقتي؟ أوه ماي جاد. أوكي أوكي خلاص، أنا هحاول أتصرف. خلاص بقى، بليز اقفلي، I have no time. يلا باي. في موني اللي حصل؟ جوجو بتقولي ان مامي سابتهم في شرم ورجعت النهارده زمانها في الطريق. حرام عليك يا بنتي، خضتيني. طب ودي فيها ايه يعني؟ فيها كارثه يا بنتي، ده انا سايبه بلاوي مسيحه في اوضتي، لو مامي رجعت وشافتها هتبقى مصيبه. بلاوي زي ايه يعني؟ يا جوجو بعدين اقول لك، هو ده وقته دلوقتي؟ انا لازم اتصرف بسرعه. المهم يا جوجو، ام سو سو سوري، انا مضطره بس اخد عربيتك ساعه واحده، هروح اظبط الدنيا في البيت وارجع لك على طول. اوكي مش مهم العربيه، المهم هتسيبيني هنا لوحدي. طب بصي احنا نروح مع بعض. نروح ازاي يا شهد؟ نروح ازاي؟ ايه الدلع اللي انت فيه ده؟ انت فاكره ان الراجل دوت لو بعت لك وما لقاكيش هيرضى يقابلك تاني؟ بلس انا كده او كده ما كنتش داخله معاكي اصلا. هاتي بقى يا شوشو، مفيش وقت. دي مهزلة ومش ممكن تحصل في أي حتة في الدنيا. هو مش عارف هو بيعالج مين ولا مين الشخصية اللي تحت إيده، ولا خلاص عامل نفسه مش واخد باله؟ أنا بقول سعادتك تكلمه. أنا مش هكلمه يا دكتور، ولا عايز أشوفه أساسا. هو مش لسه مخدر الحالة من ساعة؟ من حوالي ربع ساعة دكتور. يعني لو قدامه مش أقل من ساعة على ما يفكر يبتدي. لو دخل العمليات بشرفي، بشرفي لقدم استقالتي. معقولة يا فاطمة؟ يعني 6 سنين تعليمي وسنة امتياز ما دخلتيش عمليات خالص؟ يعني رجلك ما اتكعبلتش حتى في سيزاريان في لوز يا ستي؟ والله أبدا يا دكتور، المرة الوحيدة اللي دخلت فيها سيكشن تشريح وقفت 3 ساعات وما شفتش غير ظهر واحدة زميلتي. طبعا أكيد، يعني هتشوفي إيه لما هم موقفين الدفعة كلها على جثة واحدة، البنات بتزق في بعض والولاد بينطوا فوق الكراسي. والله حضرتك بتوصف المنظر زي ما تكون كنت موجود معانا بالظبط. عارف طبعا، عارف كل حاجه، وعارف كمان ان انت جواكي حكيم شاطر، وعلشان كده انا بعتلك. ها بالنسبه للاعصاب تمام ولا هتقعي من طولك ونسيب الحاله ونتلخم فيك انت؟ هو حضرتك تقصد؟ ايوه يا ست بطه، اقصد هتحضري معايا العمليه دي، واللي هتشوفيه فيها هيعوضك عن سنين الكليه كلها. انا يا دكتور بجد والله العظيم ربنا يخليك ويبارك فيك ويكرمك ويه. ايه ده ايه ده كل الشحاته دي؟ يلا بقى علشان تغيري هدومك وتتعقمي. ها اغير رايي ولا ايه؟ لا 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 حاضر حاضر. ربنا يوفقك يا بنتي يا بنت الخالي، الله يرحمك يا صلاح ويحسن اليك. ايوه يا فندم طبعا، انا بنفسي جبت له بروفيسور من اشهر جراحين اوروبا، دكتور بيتر ويليام، أظن معاليك سمعت عنه. لا هو هيتابع الحالة مع كونسولتو من الدكاترة المتميزين. هطمن سعادتك لحظة بلحظة يا فندم. مع السلامة سعادتك، تفضل حضرتك، تفضل 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 يا فندم، مع السلامة. أنا عايز حضرتك تطمني خالص، هي أزمة بسيطة وإن شاء الله هيقوم منها بالسلامة. وأرجو إنك تقبلي اعتذاري عن التصرف المفاجئ اللي عمله الدكتور سليمان. العفو يا دكتور نبيل، مفيش اعتذار ولا حاجة. عموما انا عفيته من المهمه دي عشان اعرف احاسبه على التصرف الغير مسؤول اللي عمله. حضرتك بتقصد انهي تصرف؟ انهي تصرف؟
القرار اللي خده بتجهيز الحالة للعمليات من غير ما ياخد موافقة. أيوة بس هو ما عملش حاجة غلط. مهما كانت كفاءته وقدرته دي قواعد طبية ما فيهاش أي جدال يا علي هانم، وأنا ما قبلش فيها أي اعتذار. يا دكتور نبيل اسمعني، الدكتور سليمان هيعمل العملية لجوزي بناء على إقرار شخصي أنا كتبته وسلمتوله بإيدي. مفيش عملية كورونري باي باس مضمونة 100%، لكن the patient عنده unstable liver، يعني في ريسك كبير لو حصل تخدير for a long time. طب وإيه العمل؟ ده الحالة اتخدرت فعلا. I can't do anything. كمان الإيكو والسي بي سي مش فيهم enough quality، كان لازم يكون في دقة أكتر من كده قبل السيرجري. ده حاجة حزينة جدا. هو اليوم باين من أوله. دكتور نبيل أنا أسفة جدا. الدكتور سليمان دخل عمليات ولا لسه يا دكتورة؟ هما بلغوني إنه لسه مستني الأوكي من دكتور التخدير. الحقيقي من فضلك بسرعة خليه يوقف العملية دي فورا، وخلي دكاترة التخدير يفوقوا الحالة بناء على أوامر مني أنا شخصيا، وإلا هحملكم مسؤولية جنائية مش هتستحمليها لا أنت ولا الدكتور سليمان العريني. حاضر يا فندم. سوري يا دكتور، أنا هخلي حضرتك تشوف الحالة بنفسك وتكتب لي ريبورت بكل الديتيلز اللي موجودة في ال... اكسكيوز مي دكتور نبيل، أنت من شوية قلت حاجة أنا عايز أتأكد منها. قلت إيه؟ دكتور سليمان؟ أيوة. What is his last name؟ العريني. ما هو ده الدكتور اللي... Oh my God، دكتور سليمان العريني is here in the hospital؟ متأكد ولا بتقول كده وخلاص؟ متأكد طبعا يا دكتورة، أنا لسه مكلم دكتور الأوعية اللي هيدخل معاه أوضة العمليات وقال لي كده. هو حصل حاجة؟ نفس اللي أنا حذرتكم منه يا سيدي مصطفى، محدش بيسمع الكلام. فين الزفت الأسانسير؟ حالا جاية يا دكتورة حالا. ازيك يا ريس؟ مين يا دكتور؟ الحمد لله. ايه الحلاوه دي؟ ازيك يا جدع؟ اهلا دكتور. المناوله اللي معاهم، عايز اعرف ابتدى ولا لا. في ايه؟ محدش بيرد. بس حضرتك عارفه الدكتور ما بياخدش دقيقه في التعقيم وبيفتح في ثواني. طب بسم الله. ايه
لسانك يا فؤاد عيب، انا مش صغير، انا النجم، انا الغنى في مصر، انت عارف كويس قوي مين هو نادر سمارة. على جزمتي يا حبيبي. ما تضربش فؤاد. انت نسيت نفسك ولا ايه يا معفن؟ انا اللي معفن يا بيه يا زباله يا واطي يا حرام المزيكا يا حرام العرب. طب ورحمه امي لو ضحك في كل حته فيك يا وسط، وخلي الدنيا كلها تضحك عليك، ما بقاش نادر سمارة، اما مسحت اسمك بقى ستيكا من الدنيا كلها. تمسح مين يا واطي يا حرام؟ ما تشتغلش يا فؤاد. انت نسيت انا جايبك منين يالا؟ انا اللي عملتك واقدر اعمل 20 واحد من عينتك يا جربوع. تعالي هنا، رايحه فين؟ مين دي يا واد؟ دي الانسه شهد يا فندم، اللي جايه من طرف الشيخ حسان، اللي قلت لحضرتك عليها لما افتكرت. عايز تغني يا شهد؟ لا ابدا، انا بس كنت جايه اتعرف على حضرتك، بس يظهر يعني ان الوقت مش مناسب. مالك انت خفتي مني ولا ايه؟ ما تخافيش، لا تعالي انت، حتى شكلك بقول حاجه كويسه. بعتي لي البوفيه يا هايده. هلا يا فندم. سوري يا دكتور، انا حاسس ان انت من ساعه ما سمعت اسم الدكتور سليمان العريني وانت منفعل جدا وعمال تتهمنا بحاجات غريبه. سوري دكتور نبيل، فورجيف مي، انا مش قصدي اهانه. مفيش داعي للاسف، انا بس عايز افهم رد فعلك، انت زعلان ولا فرحان ولا مخضوض؟ اوكي اي نيد ا مونيتور. وات دو يو مين؟ اي مين ا كمبيوتر. يس، موجود. اتفضل. كونكتد باي نت؟ يس شور. اتفضل. بليز جيف مي يور مايند فور ا فيو مينتس. انا مركز مع حضرتك جدا. الله الله يا استاذ فؤاد، حاسس بحضرتك معبر قوي. ميرسي يا حبيبتي. وانت كمان واضح ان ودنك حساسه وبتسمعي كويس. المطرب اللي بجد لازم يكون بيعرف يسمع قبل ما يكون بيعرف يغني. انا الحقيقه لحد دلوقتي مش قادره اصدق ان انا قاعده في الاستوديو ده وبسمع حضرتك لايف كده يعني. طبعا ما بتشربيش. لا خالص. وده كمان كويس قوي، المفروض تحافظي على صوتك بكل قوتك يا شهد. يعني لا سجاير ولا خمره ولا سهر كتير. بس لما صوتي يعجب حضرتك الاول. ايه الجمله الغريبه دي؟ يعني انا اسمي فؤاد عوني، الاسم ده مش محتاج انك تغني قدامه على المزيكا وتعملي قرار وجواب عشان يعرف صوتك حلو ولا وحش. بمجرد ما تتكلمي معايا 5 دقايق خلاص اعرف انت ايه وهتبقي ايه. معقوله الدكتور سليمان عمل الشغل ده كله؟ طب امتى وازاي؟ في فتره صغيره جدا، زار فيها لندن وجنيف وميونخ from 5 years ago. لا بس ازاي الكلام ده مش معروف في الاوساط الطبيه او المجلات العلميه؟ هير ان ايجيبت ممكن يكون مش معروف عشان انتوا دكتور نبيل مش بتستغلوا اني ابيليتي في ايديكم، وكمان مش في ريال سنس ممكن تكتشفوا بيه مواهب كتير في البلد عندكم. دكتور سليمان از فيري سمبل، مش بيحب الميديا وكلام كتير كده، عشان كده هو مش فيموس عندكم. ريلي اي كانت بيليف ذات، ازاي يكون عندكم واحد زي دكتور سليمان and you ask me to give you any help. بس انت لسه قايل من شوية ان قرار الجراحة ده كان متسرع وفي خطورة على. انا شفت papers just paper، انا مش شفت live patients، وكمان انا مش كان عندي ثقة في جراح كرر surgery. لكن لما يكون اللي عمل ده واحد genius professor like دكتور سليمان العريني، who can say any comment about his opinion. للدرجة دي جينيوس؟ جاهزة؟ أيوة جاهزة إن شاء الله يعني. طب أنا هفكرك تاني، الوصلة اللي هتخلص هنعمل ميكس بينها وبين اللي بعدها، وهسيبك ثواني لحد ما تركزي في المسب الجديد.
وتخش معايا. طيب يعني لو جت حاجة في النص مش حافظها. شاوري لي بيدك كده وخلاص، وإياك تقطعي الشغل بالكلام. أوكي يلا بينا. الحقونا يا جدعان، الحقونا يا جدعان، عدي الحاله يا جدعان. في ايه يا ابني مالك؟ على مهلك على مهلك. مش قادره خلاص. يا تقرب لك ايه؟ دي زبونه سعادتك وقعت على كبوت العربيه وانا داخل على اشاره النزهه، عماله تصرخ وتتلوح وحالتها صعبه، طلبت مني اوديها اقرب مستشفى، وجدعانه بتقول يعني ايه ده؟ ايه ده شويه انت مش هتخطب، هي اللي قالت لك تجيبها هنا؟ لا سعادتك انا قلت لها في مستشفى استثماري بعد شارعين، قالت لي اي حاجه. خلاص اسكت. ايوه حسام باشا، في حاله صعبه شويه، وقفت بتاكسي قدام باب المستشفى ودخلناها لاستقبال سعادتك. لا يا فندم لوحدها. هو بس الواد اللي معاه سواق التاكسي ده شكله مش مظبوط خالص. اوامر سعادتك يا باشا. تحت امرك يا فندم. خدوا منه الرخص والبطاقه وقعدوه شويه. رخص؟ ما دخلت كمين يا بيه ولا ايه؟ ايوه انا والله يا دكتور حاولت الحق الموقف بكل طاقتي، لكن للاسف الوقت كان. خلاص يا دكتوره خلاص، مفيش مجال للاسف والاعتذارات. دكتور سليمان اجبرنا على امر واقع، لابد نسلم له ونتعايش معاه الكام ساعة اللي جايين دول، وربنا يعديها على خير. هيعدوا إن شاء الله يا دكتور وهنطمن كلنا. دكتور بيتر I'm so sorry I really couldn't. No no never mind everything is okay. دكتور بيتر هو الوحيد اللي مش قلقان ولا معترض على اللي بيحصل، بالعكس ده بيعتبر إن وجود الدكتور سليمان ده من حسن حظنا. يعني امال حضرتك؟ معلش دي مفارقه وكومبليكيتد شويه، هبحكي لك عنها بعدين. المهم الدكتور بيتر عايز ياخد جوله كده عندك في المستشفى ويشوف المستوى والتقنيه الطبيه اللي عندك. بس كده ده شرف لينا يا فندم، انا كنت هقترح ده بنفسي بس لقيت ان الظرف مش مناسب وخفت اعطل دكتور بيتر. نيفر I'll wait until دكتور سليمان finishing his work. مش ممكن ضيع فرصه دي من غير ما اشوفه وسلم عليه. ده يا فندم قسم البطنة والأمراض المتوطنة، وإحنا خصصنا له دور بالكامل عشان الكثافة فيه عالية شوية. تفضلوا. تفضل يا برو. بعد إذنكم ثواني بس. تفضلي. أيوة حسام بيه. لا تحت أمرك، خير في حاجة؟ ودخلت خلاص ولا؟ لا طبعاً. هما هيعرضوها على الدكتور فورا ولو احتاجت حجز هيحجزوها. لا يا حسام بيه ارجوك، انا معايا بروفيسور كبير من منظمه الصحه وبيلف في المستشفى، مش عايزه اي مفاجآت. لا لا حضرتك انا ما اقدرش احولها على مستشفى حكومي غير لما اعرف الحاله فيها ايه الاول. افرض حضرتك انها ماتت وهي بتخرج، الحكايه مش ناقصه اصلا. بالظبط كده بالظبط، وانا هقول لهم يعملوا ايه. مع السلامه يا فندم. مع السلامه. في حاله طوارئ دخلت عندك دلوقتي، لو احتاجت حجز احجزها من غير تامين وباستكمل اجراءاتك بعدين. وبعدين بقى في الليله السوداء دي يا ربي.
اسمك ايه يا نوره؟ عبير، عبير فاروق. معاكي حد بره يا عبير؟ لا اصل انا استريح استريح ما تكلميش. خير يا دكتور؟ عندها ايه؟ اشتباه في زايده او حصوه في الكلى. ما تاخدش مسكنات وتعمل سونار وتحليل بول. امرك يا دكتور. معنى كلام حضرتك ان هي كده هتتحجز؟ اكيد طبعا، الكلام ده كله مش هيتم في الطوارئ. خد بالك يا فاطمة. مع حضرتك يا دكتور. براحة سيدي، براحة براحة. يا مامي اهدي شوية، أنا أعصابي تعبت، مش معقول كده. لو سمحت يا هايدي سيبيني في اللي انا فيه. ما هو توترك ده مش هيغير حاجه من اللي احنا فيه. دول قالوا مده العمليه مش اقل من 4 ساعات، ما فاتش منهم غير ساعه واحده. انا بقول توفري نصايحك الجميله دي وتروحي تقعدي في الاستراحه. علياء حبيبتي انت فين يا سوسن؟ شفتي اللي حصل؟ انا قلبي مقبوض قوي، مش عارفه اعمل ايه. ما تخافيش يا حبيبتي، هيخف والله وهيبقى زي الفل. انت ازاي علياء هانم تسيبيهم يعملوا العمليه هنا في مصر؟ هم الناس اللي هنا دول ما يعرفوش اللي جوه ده يبقى مين، ولا شاطرين يصفروا ممثلين ولاعيبه الكوره؟ ثم فين وزير الصحه؟ بالراحه شويه يا محسن، هي الناس ناقصه رعب. ومين محسن ده كمان؟ معرفش يا دكتوره، ده انا سمعت اسمه كده بالصدفه. بس بس بس، محسن الصواب ده اعز صديق لسياده الوزير. وزير الصحه؟ صحه مين يا دكتوره؟ الوزير اللي في غرفه العمليات. قصدك محسن الصواب بتاع مجلس الشعب؟ بس كده؟ ده رئيس مجلس اداره جريده الامل، وعنده قنوات فضائيه ومحطات وحاجات كتير قوي. خير يا دكتوره؟ ايه اللي حصل؟ يا خسارة مجهودك يا حسام بيه، 6 ساعات بتقفل في المستشفى وبتحوط عليها وتمنع دخول أي دبانة من قبل ما تعرف أصلها وفصلها وحتى العيانين والحالات الحرجة. شوف بقى حضرتك هتعمل إيه في العنكبوت اللي قاعد في مكتبي. برولين 3-0 على الأرض. خلص يا دكتور، في حالة مستديرة. يعني خلص؟ اتجننت ولا ايه؟ ثواني ويبقى قدامي، مش عايز اقل ادب. حاضر يا دكتور. الله يا سهام، مش كده؟ يا مصيبتي، في ايه؟ معرفش. يعني ايه ما تعرفيش؟ امال مين اللي يعرف؟ اهدي يا علياء، اهدي. اهدى. ان شاء الله خير. اهدى، ما شفتيش جوزك قال ايه على الدكتور؟ شكلي ضيعته يا سوسن، شكلي انا اللي ضيعته بايدي. لا لا يا عليا، اهدي اهدي. وكمان دم، ما انا عملت اشعه وسونار وحاجات كتيره قوي. ما تقلقيش يا روح قلبي، ده حاجات بسيطه بس كده عشان نطمن عليكي. دقيقه واحده هودي العينه المعمل وراجع لك حالا. الو يا استاذ جلال، انا عبير، عبير فاروق يا فندم اللي جيت اتمرن عند حضرتك الاسبوع اللي فات وحضرتك حلقت لي. قصدي يعني تجاهلت طلبي. ايوه. طب بص يا عبير، انا اصلي مشغول في غرفه الجورنال بتاع المطبعه. يا بنت انا اللي بحلق لك ولا حاجه، كلميني بعد نص. بتقول ايه؟ ثواني يا جماعه، يعني انت دلوقتي بتكلميني من جوه مستشفى العريني؟ يخرب بيت عقلك، دخلت هناك ازاي؟ عيب يا استاذ، انا قلت لحضرتك حاول بس تكتشفني وانت هتشوف العجب. ايوه، وبيني وبين مسرح الاحداث طرقه واسانسير. لا لا حضرتك ما تقلقش خالص، انا هجيب لحضرتك داتا ما حصلتش وبالصور كمان.
هو احنا شوية؟ انا معايا موبايل 5 ميجا بكسل، صورته ايه؟ بورتريه. بس يعني يا استاذ جلال، انا عملت حركة كده يعني عشان اعرف اقتحم الموقع، واحتمال يدبسوني في فاتورة كبيرة شوية. بصراحة كده انا كل اللي في جيبي ما يكملش 12 جنيه ونص. لا 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 لا، جيبك ايه؟ انسي يا بنت حكاية الفلوس دي خالص. انت كملي نمرتك وانت مطمنة على الاخر. بص يا عبير، اديني اسمك بالكامل ورقم الغرفة وراح اتصرف. اكتب يا تامر. حاضر. عبير فاروق عبد الايه؟ عبد السلام. غرفة 307. بقولك يا عبير، انا عاوز شغل بروفيشنال، فاهمة؟ شغل بروفيشنال. يلا مع السلامة، ربنا يوفقك. بقولك يا تامر، عاوزك تحجز لي ربع الصفحة الثالثة فوق شمال. حاضر. معانا مصدر في المستشفى العريني، والاخبار هتوصلنا خلال ساعات. اخبار ايه دي اللي بتتكلم عنها يا حسام بيه؟ اوعى تكون فاكرني صحفي صغير بيشمشم على خبر يزوق بيه اسمه في صفحه الحوادث. معقوله تكون ضابط مهم في الداخليه وما تعرفش مين محسن الصواف؟ مقامك على راسي يا محسن بيه. انا بس كنت عايز اطمن ان حضرتك مقدر خطوره الموقف. انا اللي عايز حد يطمني على صديق عمري اللي راقد بين الحياه والموت دلوقتي، واللي بيعمل له العمليه دكتور مهايبر متدروش دماغه سرحه في 600 حاجه. هو انا ما اعرفش سليمان العريني؟ الحاله دايبيتك والشرايين كمان وحشه، عشان كده لازم الجوز تتاخد بحس قوي، مش كده ولا ايه يا ريس؟ مظبوط يا دكتور. أهم حاجة في الأحوال اللي زي دي تاخد الغرزة بحرص قوي. وما تاكليش سمك ولا بيض، وعدي عليها كمان 3 أيام. خلاص. الله عليك، تسلم العيال يا دكتور. ده تهريج ولعب عيال وتصرفات مجانين. الهانم بتفسح الأجانب في المستشفى وسايبة وزير من أهم الوزراء في البلد تحت رحمة واحد مختل في العمليات. أقسم بالله الراجل ده لو حصل له حاجة لكون فضحهم في كل حتة، ومقدم استجواب لوزير الصحة في المجلس، وما بقاش محسن الصواف لو ما سحبت عضوية النقابة من كل الدكاترة بما فيهم الدكتور سليمان. Is this Dr. Irene's office? Yes, Asli, Dr. كان امبارح. Excuse me? Do you hear something? Yes? From here. Oh Lord! A pigeon! Beautiful pigeon! Some water! ده شيء عظيم جدا. ما تضحكونا معاكم شوية يا جماعة قبل الدكتور سليمان ما يخلص على العيان اللي معاه ونصوت كلنا. حلو قوي الشغل ده. برافو يا شهد. بجد يا استاذ فؤاد؟ هو في ظرف الشغل يا بنتي. شغل؟ قصدي حضرتك ان انا بعدين هنرتبها مع بعض ونشوف الدنيا فيها ايه وهتمشي ازاي. بس لازم تكوني بتعرفي تلعبي حاجه. انا ما احبش المطرب اللي بيردد زي البغبغان كده من غير ما. انا اوريدي بلعب بيانو. هايل. اتعلمتيه فين ده؟ اتعلمته من بابا، هو صحيح جراح قلب بس بيعزف حلو قوي. تحب حضرتك ان اعزف لك حاجه دلوقتي؟ على الاورج ممكن؟ طبعا ممكن، بس يا ريت حاجه صغيره عشان انا مرتبط بمعاد. اوكي حاضر. دكتور
كمان. طمني اعمل معروف، عملتي ايه؟ ساكت ليه ما بتتكلمش؟ للاسف. ايه؟ كان نفسي اعمل اي حاجه علشان تقعدوا معانا شويه لحد ما اقدر ان انا اكون نفسي واتقدم لمدموزيل هايدي، بس جوزك بقى يا هانم عملها فيا وبوظ خطتي الفظيعه. مش معقول، عمل ايه؟ نجحت؟ نجحت، بس دي نجحت وجابت مجموع كمان. الف الحمد لله. الحمد لله. عليا هانم، عليا هانم، معلش انا لازم انبه حضرتك لحاجه في منتهى الخطوره ومش هزار. خير يا دكتور؟ معالي الوزير دلوقتي قلبه مش زي الاول خالص. انا عايز انبه حضرتك، ممكن اول ما يخرج من هنا يتجوز على حضرتك تلاتة. شايفة؟ ايه ده؟ في ايه؟ ايه مالك؟ السكرتيرة روحت ومفيش حد هنا غير انا وانت. سكرتيرتي ايه وبتاع ايه؟ انت عايز مني ايه بالظبط؟ عاوز ايه؟ عاوز اكفيك على السهرة الحلوة دي، عايز اديكي فرصة محدش هيديها لك غير فؤاد عوني. اوعى سيبني، سيبني بقولك. سيبني؟ هسيبك ده ايه؟ هو انا استحملت الوش والصداع اللي انت عملتولي ده كله عشان في الاخر اسيبك ارضيحي كده؟ انت حيوان.